أتينا الآن للشجر، لناحية الشجرة التانية، فشوفوا ما شاء الله كبيرة قد إيه، برضو فيها أعواد كتيرة. والأعواد هنا في برضو فيهم كبروا، شوف لما بتكبر كتير بتميل، وخصوصا لما ما يكونش واحدة منهم خدت كبرت وتولد بس ما خدتش غذاء كتير، فلما جلها غذاء كتير وتاني ممكن الحتت اللي فوق بتتقل وبتكبر فبتميل شوية، أو تكون كبرت زيادة عن اللزوم والمفروض هي تتقص فبتميل كده، هو ميل كده. تعالوا شوف، خلينا كده نشوف، شوف شكلها عامل ازاي. شوفوا شوفوا شوفوا، وما شاء الله ما شاء الله، شوفوا شكلها عامل ازاي، شوفوا شوفوا طالعة فين بقى للسما. فعندي هنا بقى ايه، ما شاء الله، شوفوا العود شكله عامل ازاي، شوفوا قد ايه كبيرة وما شاء الله حلوة. شوفوا الأعواد الأخرى هنا برضه، عندي دوت أهو أصفر هنا وأصفر هنا جوه، ما شاء الله كل ده الأصفر ده عايز المفروض يتشال ويتاكل، أنا متأكدة إن هو هيكون معسل كتير زي الأعواد الأخرى. في فيهم جوه زي دوت برضه، شوفوا أهو ده برضه لازم المفروض يتشال لأنه كبر والمفروض ما يزيدش كبره، ما يزيدش كبره عن المعقول، لأنه يعني عن الزيادة عن اللزوم، لأنه بيشيخ، ممكن يشيخ، يكون من جوه شيخ، ابتدى يعمل كده زي الفلين من جوه، مش عارفة فلين ولا ايه، ايش يعني بيسموها، مادة طرية جدا وحواليها طبعا القصب وزي العسل، وفيه كتير وفيه كتير وفيه كتير عصير، يعني عصيره جميل جدا، فأنا ممنونة. شوفوا ما شاء الله ما شاء الله قد ايه، الله أكبر، يعني ما شاء الله الله أكبر، كتير قوي 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 قوي، يعني أعواد ما شاء الله تبارك ربي كتير قوي، وكل ما تديها أكل كل ما يكبر ويزيد ويبقى حلو، والمفروض تغذيه، تبقى دايما 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 تغذيه، وسبحان الله كل دوت يعني بيزيد حلاوة العصير بتاع القصب نفسه، وكل ما تشيل منه اللي هو كبر او اللي زرعته قبليها بيكبر. ديت الحتة ديت بقالها تقريبا سنتين ونص ثلاثة، بس شوفوا قد ايه هي عريضة وقد ايه هي كبيرة ما شاء الله. انا لو ارجع كده شوية تشوفوها، هي حتة عريضة قوي اهي، اكبر من التانية بكتير، لان هنا كبر كتير لوحده، طلع لوحده من تحت، لو بيبقى عنده كده زي ال، مش عايزه اقول كلمه تانية تكون مش حلوه. شوفوا الاماكن مثلا ديت، شايف دي فين هي، هنا ديت، دي اللي بيطلع منها العود الجديد، او لو انت قصيتها وزرعتها، لو قصيت الحته ديت كده بتاع 3 4 سنتيمتر وقصيتها وحطيتها في الارض بيطلع العود. ادي واحده وادي الثانيه اهي، شوفي، فكل دول بيطلعوا بيعملوا اعواد جديده. وطبعا كل ما العود يكون كبر واصبح جاهز للقص، لو سبته شويه بتقوم طالعه العود اعواد كبر تطلع من العود نفسه، بتقصه، ما بتأثرش على العود طبعا، بتقصه وبتقوم حطه في مية ويكبر ان شاء الله.